يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. تقريبا ما بيعديش علينا اسبوع غير لما بنتكلم على الاقل عن نشاط واحد او فعاليه واحده او يعني احتفاليه ما من تنظيم اللجان المختلفه داخل النادي الاهلي. هنتكلم عن هذه الانشطه وعن هذه الفعاليات، وكمان هنتكلم بصفه خاصه عن لجنه الطفل. طبعا برضو بصفه خاصه الفتره الاخيره شفنا مجموعه كبيره من الاحداث والفعاليات كانت البطوله فيها لاطفال النادي الاهلي ولابناء اعضاء النادي الاهلي. هنتكلم بالتفصيل عن هذا الامر، وخصوصا ان احنا معانا السيده الفاضله الاستاذه نداء داوود وهي رئيس لجنه الطفل بالنادي الاهلي. صباح الفل على حضرتك، منورانا. ميرسي، نور بيكم. صباح الخير، وده بيت حضرتك يعني، وفرق زي ما بنقعد نقول يعني شارع. وفي بداية بس أستاذة نداء هسألك، لأنك كنت في لجنة المرأة حسب ما أنا عارفة، فنعرف بقى الشفت ده حصل إزاي، ونتكلم أكتر كده بداية عن تأسيس لجنة الطفل. هو بداية أنا كنت يعني في البداية خالص أما حصل يعني الإعلان عن اللجان، فالحقيقة كان أنا بحب العمل التطوعي من البداية. أنا حتى وأنا في الكلية كان بالنسبة لي العمل التطوعي ده كان هدف، فبدات اول ما حصل الاعلان عن اللجان وكده قدمت، فكان السي في بتاعي الحمد لله كان كويس، عجب اللجنه الاشرافيه عليها، فكنت مقرر لجنه المراه. كان دايما من الهدف الرئيسي لمجلس الاداره ان هم كان يهتموا بالطفل والمراه والشباب، كان اهم حاجه عندهم. بعد سنه ما احنا عملنا شغل كويس جدا في لجنه المراه، فعملنا مجهودات كانت حلوه قوي وكان شغل حلو قوي اول سنه، كابتن بصراحه فكر ان هو يعني يبقى يفصل الطفل، بحيث ان الشغل كان كتير علينا، كان كتير جدا يعني، ان احنا كان لازم نختص بالطفل بقى بحاجه معينه والمراه بحاجه ثانيه خالص. فبدانا ان احنا يعني الكابتن بقى اشاد ان احنا لازم نعمل لجنه، فاخذنا مجموعه من الاعضاء الكرام اللي كانوا موجودين معانا في لجنه المراه، واخذنا مجموعه ثانيه من الاعضاء. كان بقى اول حاجه ان احنا ناخد اعضاء تحت السن، فكان اول لجنه تدخل فيها اعضاء تحت السن. تحت السن اللي هو كام؟ تحت ال 25 سنه. فكان معانا مجموعه من الشباب اللي تحت ال 25 سنه، طلبه كليه. الحقيقه ان احنا حبينا ان احنا ناخد الحاجات دي علشان عندهم افكار وعندهم مبتكرات جديده نقدر ان احنا ننمي بيها النشاط بتاعنا اللي موجود جوه النادي. وعندهم طاقه كمان بطبيعه الحال. وطاقه يعني مش عايز اقول لك يا كريم بقى، دي احلى حاجه في الحياه ان انت تشتغل مع الشباب. طبعا. بجد. طبعا. الحمد لله الاختيار بتاع اللجنه بقى ما كابتن اشاد بوجود اللجنه وكده وانشاها من 3 سنين، من يعني نعتبر من سنتين وشويه، فكان الحمد لله الاختيار من مجموعه من الاعضاء الكرام اللي كل واحد فيهم كان بيمتاز بحاجه معينه. خدنا لتحت السن وخدنا فوق السن، خدنا الخبرات، خدنا الناس اللي كانت اصلا بتشتغل في عمل تطوعي، اللي شغلهم اساسا في منظمات عمل دوليه، اساتذه الجامعه، المختصين بشغل الاطفال. الحقيقه كان مجموعه الاعضاء من اللجنه الحقيقه يعني كلهم مجموعه جميله جدا متميزه جدا، وده اللي ظهر معانا الشغل اللي بعد كده. بس هو تسلسل الاحداث بيمشي ازاي؟ يعني النادي بيعلن عن وجود مثلا اماكن خاليه في لجان معينه، تمام، واللي حابب يتقدم بيتقدم. حضرتك لما تقدمتي سواء في البدايه للجنه المراه او بعد الشفت اللي حصل وانضميتي للجنه الطفل، بتتقدمي بس ولا بيكون معاكي كمان خطه معينه؟ طبعا بلان بتعرضيها على القائمين. طبعا. هو اللي حصل ان احنا بعد الانتخابات كان من ضمن البرنامج عائله الاهلي ان هو يبقى فيه لجان معاونه لمجلس الاداره، فاحنا كنا طبعا متابعين لان احنا كنا عايشين في فتره الانتخابات، ويمكن اقول انا اللي كنت عايشه لان انا كنت من الناس اللي بتدخل النادي من 4:30 الفجر بتخرج الساعه 1 بالليل. ولادي رياضيين وكان ابني كبير بطل سباحه في النادي، فكنت بدخل بقى بفتح باب النادي واقفله الساعه 1 بالليل بالهاندبول الصغير. فيعني انا كنت عايشه احداث النادي كلها. فطبعا كان برنامج عائلات الاهلي ده من ضمن الحاجات اللي كانت موجوده ان هو يبقى فيه لجان معاونه. وطبعا احنا كنا عارفين بقى ان في لجنه شباب ولجنه مراه، ما كانش في لجنه طفل، ولجنه الرواد وذوي الاحتياجات الخاصه وكده. الحقيقه انا كواحده من الناس كعضوه يعني اما شفت الموضوع، فكان كاتبين اعلان، نزل الاعلان ونزل التقديم في العلاقات العامه وكان موجود في استمارة. رحت وقدمت في العلاقات العامه واستماره وانا ما اعرفش اي حد خالص، ولا استماره ومعاها خطه، صح كده؟ ما انا هقول لحضرتك بقى. اما رحنا بقى قدمت الاستماره ما كانش معايا خطه ولا حاجه. احنا بقى في الانترفيو، رحنا الانترفيو كان في اهل الجزيره، قابلنا استاذ محمد يوسف كان هو رئيس اللجان العليا، ودكتور عزه زيان كانت هي رئيس لجنه المراه وقتها، واستاذه ريهام طبار واستاذ محمد سمير اعضاء اللجنه العليا كلهم كانوا موجودين. والحقيقه اتعمل لنا انترفيو من مجموعه كلها.
كان هو الموضوع بقى انت هتقدمي ايه للنادي، انت الخبره بتاعتك السابقه ايه، انت ممكن يبقى مقترحاتك ايه، وكل الناس اللي كانوا موجودين كان هذا السؤال عليهم يعني اتسالوا كده. فتم اختيار بقى يعني انا طبعا قدمت وسكت خلاص، يعني انا كده كده بخدم النادي جوه النادي انا كده كده بفتح الباب وبقفله يعني مش مشكله خالص يعني. وانا من ضمن الناس اللي مشجعه جدا، كنت انا معروفه في الهاندبول ان انا كنت مشجعه قويه جدا في النادي. لا كمان شغف حضرتك ويعني وحبك للاعمال التطوعيه. اه طبعا، لا انا كنا نروح بطولات اسكندريه او نروح في اي بطولات كنت انا المتسعمه المنطلقه يعني في الحاجات. لا لا اصل الاهلي بالنسبه لنا روح وحياه. صح. بس فروحنا بقى بعد كده ما حصل الانترفيو، فالحمد لله كان عندي سابقة احداث كويسه يعني يعني من خلال شغلي من اول ما انا اتخرجت وانا بشتغل في العمل التطوعي من اساسه ومن الاهرام، من كنت في الاهرام اساسا من اول وانا في سنه رابعه في الكليه. بس فالحمد لله يعني بدا بقى من هنا الاحداث، ففوجئت ان انا لقيتهم بيكلموني انت تم اختيارك وتم اختيارك كمان كمقرره للجنه يعني. بس الحمد لله حلو جدا، ونتمنى لك اكيد التوفيق. ونعرف بقى من خلال الصور دي طبعا فعاليات مختلفه. دي برضو حضرتك عرفينا بالظبط. لا دي كان احتفال مجمع ما بين لجنه المراه ولجنه الطفل. خلينا نقف بس عند الصور شويه يا جماعه، الاستاذه نداء بتتكلم عن ده اللي فاتت. ده كان احنا طبعا في تعاون كبير جدا بيننا وبين اللجان. احنا في الاساس زي ما حضرتك قلتي كده ان احنا كنا في الاساس لجنه المراه، فلجنه المراه احنا يعني جواها احنا مع بعض كلنا اصحاب يعني في لينك بالظبط، لينك جامد جدا مع بعض. فاحنا طبعا دول اصحابنا كلهم بتاع لجنه المراه، فكنا مع بعض في احتفاليه معينه. تمام. ده حدث من الاحداث اللي احنا كنا بنقدمها من ضمن الندوات وكده، بس ده حدث خارجي يعني مش جوه النادي. لا 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 يعني بتطلعوا كمان بره حدود النادي في بعض الاحداث يعني؟ لا يعني احنا كل دي صور شخصيه بتاعتي انا. اوكي. ده كورس الرقابه الاداريه، انا خدت الكورس ده. حلو قوي. انا مش راضيه اتكلم يعني. لا لا لا. وده برده كان حقيقه ده كان ملتقى كان خارج النادي، بس كان من جوه النادي مجموعه كبيره من الناس اللي جم اتكرموا والمحافظ كرمهم. كان رئيس لجنه الشباب كان متكرم، استاذه سهى ابراهيم كانت متكرمه. كان في احد يعني مجموعه من الناس التقوا معانا في الملتقى الدولي للشباب المبدع، وكان فيها احد المحافظ كرمهم وقتها يعني نتيجه رياده الاعمال والشباب وشغلهم وكده. ده برضو من ضمن الملتقى برضو. اوكي. ده كان اليوم اللي هو اليوم الترفيهي اللي احنا عملناه في مدينه نصر. الحقيقه لقى اعجاب كبير جدا جدا جدا، كان قبل الجمعه اللي قبل الدراسه. كان عملنا لهم يوم ترفيهي بعد الكورونا بقى وكده، فكان الناس شغوفه بالموضوع. احنا ده احنا عرضنا في البرنامج على فكره لقطات من الاحتفاليه دي، واحتفاليه تانية كانت معموله في فرع الجزيره، وكان واضح انه فعلا يعني يوم لطيف جدا وكل الناس كانت في قمه السعاده. لا الناس كانت مبسوطه جدا جدا. واحلى حاجه كريمة انا اقول لحضرتك على حاجه بقى فيها، ان احلى حاجه وانت بتشتغل مع الطفل ان انت بيستجيب معاك رد الفعل نفسه، بتلاقيه قدامك وهو مبسوط ومامته وباباه مبسوطين. فانت بتلاقي نتيجه تعبك ومجهودك ما راحش يعني. لا خالص طبعا. وتلاقي بقى الناس باعتين لك على الخاص. ده كانت ندوه عن الطرق الامنه للاولاد على اساس قبل الدراسه، وازاي ان احنا نعلم اولادنا. دي كانت عباره عن مسابقه، كانوا عاملين بلان كده على الارض ان هم بيعرفوا الناس ازاي يعدوا بطريقه امنه، وكانوا بيلبسوهم نظاره. النظاره دي بتحسس الواحد ان هو واخد اوفر دوز او شارب حاجه، وازاي وهو ماشي على الطريق ده وبيخلوه يمشي على التراك، وهو ماشي على الطريق ازاي بيحصل عنده حاله خلل وعدم توازن، وايه اللي بيحصل له في العربيه وهو ماشي كده. جربوها مع الكبار والصغار. اوكي. فعملناها مرتين. عملناها حاجات مفيده جدا جدا. والله انا هقول لك دلوقتي حاجه، احنا دايما في اختيارنا في الانشطه بتاعتنا بتاعت اللجنه ان احنا بنختار اللي فعلا الطفل يستفيد بيه ويطلع معاه بنتيجه. دايما اللي احنا نطلع منه حاجه مش موجوده او مش متوفره بالنسبه له او معلومه مبهمه. هي دي افكار حضراتكم استاذه نداء يعني. قلت لحضرتك ان احنا معانا الحمد لله مجموعه من الناس اللي نقول عليهم ان هم كلهم مبتكرين في مجالهم. فبنقدر نستفيد منهم. يعني لو جينا حكينا مثلا ايام الكورونا، احنا معانا دكتوره جامعه استاذه فنون جميله. الحقيقه كانت هي من المبادره اللي احنا عملناها في ايام الكورونا، احنا اشتركنا فيها اللي هي عايزين نخرج من الازمه بمليون حاجه ليها لازمه. عملنا حاجه اسمها رسمه جميله، مصر في عيون اولادنا. ابتكرنا فيها بقى ايه يعني نهله دكتوره نهله دي استاذه في فنون جميله. الحقيقه هي اللي ابدعت بقى معانا ان احنا اشترك معانا اكتر من 270 طفل من النادي وابعتوا لنا رسوماتهم كلهم،
والحقيقه احنا طبعا اخترنا مجموعه من الاولاد على مراحل سنيه معينه، بس الحقيقه كلهم هيتكرموا وتكرموا فعليا، والحقيقه كل الناس كانت مبسوطه جدا والاهالي كانت مبسوطه ان احنا كنا بنحاول نشغل وقت الاولاد ايام الكورونا. كمان من خلال النشاطات دي والفعاليات اللي من النوع ده ممكن جدا تكتشفوا اطفال واعدين وموهوبين، وممكن جدا لما يكبروا احنا بقينا مستغربين ان احنا كنا بنشوف رسومات لاطفال صغيرين جميلة جدا ومتميزة. بعديها كمان بعد مليون بعد المبادرة دي اللي هي بتاعت الرسم، عملنا حاجة اسمها الأهلي كيدز جود تالنت. الأهلي جيتس كود تالنت، احنا بصراحة الموضوع كان حلو قوي، بقينا بقى نتفرج يبعتولنا على الميل. طب مش تعزموني على حاجات؟ والله الحاجات كانت جميلة. ده في رياضة ولا في فن؟ لا احنا بقى نوعنا كل اللي جالنا بقى كل حاجة جالنا بقى أغاني، واللي يقف على الكورة واللي يعني الرسم طبعا شلناها علشان دي كانت موجودة معانا قبل كده، اللي يغني واللي يمثل واللي الولاد بقى كنا بنستمتع جدا واحنا بنتفرج على الفيديو، أما تلاقي بقى اللي لابس الجلابية وعامل مسحراتي وعامل الطبلة هم أبدعوا. يعني الطفل ابدع من جواه. اي نعم في ناس ما كسبتش، بس احنا انبسطنا بيهم وهم كمان انبسطوا ان هم شاركوا في حاجه زي كده قاعدين في البيت. انتمائهم للنادي وحبهم ليه على فكره فعلا هو ده اللي حصل. بعد كده جينا بقى بالمبادره الثالثه اللي عملناها في يعني احنا ايام الكورونا احنا عملنا ثلاث مبادرات، كانت رسمه جميله في عيون اولادنا، وبعد كده عملنا الاهلي كيدز كوتالنت، وبعد كده عملنا مسابقه القران الكريم. شجعنا اولادنا طول شهر رمضان ان احنا نشتغل معاهم على القران الكريم. عملنا قسمناها على اساس ان احنا ما نعملش حمل على الولاد ولا على ولي الامر. قسمناها الاجزاء، اللي حافظ القران كله، اللي حافظ نصه، اللي حافظ ثلاث اجزاء، لحد ما وصلنا اللي حافظ يعني حزب صغير حوالي خمس ست صور. طب بالنسبه للمبادرات التوعويه، يعني مثلا ازاي انا من وهو نشء صغير كده افهمه ان مثلا الاختلاف سنه الحياه عن طريق فكره ان هو لا للتنمر، الحاجات اللي احنا بنشوفها أول حاجة في المدارس حقيقة. يعني كانت اول مبادره دينا عملناها، اول ايفنت لينا عملناه، احنا الحقيقه نزل القرار لينا في شهر 11 في اخر 11 2018. فالحقيقه عملنا ايفنت كان كبير جدا، كان هو عباره عن ليله التنمر. كنا بالاتفاق مع الاتحاد الاوروبي واليونيسف ووزاره التربيه والتعليم والاتحاد العام للدراجات، وعملنا الايفنت ده كان قوي جدا، وحضر فيه وزير الشباب والرياضه، وحضر فيه مجموعه من اعضاء مجلس الاداره الكرام، كان من ضمنهم سياده الوزير العمري فاروق. وكان عندنا ده عباره عن ماراثون عجل في البدايه، كنت بصحيهم 6 الصبح كلهم. وكان عندنا مجموعه من الاعضاء من الثلاث فروع، وعملناه في الجزيره، وعملنا وزير الشباب والرياضه اقتاد الماراثون، وكان معاه سياده الوزير عمرو فاروق ومجموعه من الاعضاء، وجبنا دراجات. بس تقريبا ما فيش حاجه ما عملتوهاش من يعني الحمد لله يعني. انا بس عايز استاذن حضرتك ان احنا هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نعرف يعني كل اللي انتوا عملتوه ده، هل يوجد المزيد في جعبه هذه اللجنه؟ اكيد. نطلع فاصل ونرجع ونعرف بقى تفاصيل الاكيد دي. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كل حضراتكم. اتفضل. بنرحب بحضراتكم وبدكتور نداء مرة تانية، وكنا بنسأل حضرتك وجاوبتينا جزء بس من يعني الإجابة الكلية، وهو فكرة هنا هل في أي مبادرات توعوية خاصة باللجنة خاصة بالطفل، في فكرة هنا تحديدا يعني إن هي التنمر وإزاي يبقى في يعني وعي للطفل أو النشء من هو صغير إن ما ينفعش يتنمر على أي طفل آخر مختلف عنه. فحضرتك قلت لنا الجزء الأولاني إن كان في ماراثون، إيه تاني بقى؟ الحقيقة اليوم كان متقسم لثلاث حاجات. كان أول حاجة عندنا الماراثون، كان عبارة عن إن إحنا بس بنشجع الرياضة وبنفوق الناس ونقول لهم إحنا معاكم، وإن إحنا كل الناس بتعرف تعمل حاجة، يلا بينا نجري او يلا بينا نركب العجل. ده كان اول جزء. الجزء الثاني كان معانا المجلس القومي للطفوله وكان معانا اليونيسف، كانوا عاملين ندوه توعيه كبيره بفيلم ريبورتاج صغير كده عرضوه للاعضاء وللاطفال، وكان معانا وقتها الاكاديميه بتاعه الكوره، كان كابتن خالد بيبو جاب لنا الولاد وقتها، وجاب لنا وجالنا كمان فرق الرياضيه بتاعه الهاندبول والباسكت وكده، وكان الاعضاء بتوع الرياضه نفسهم. بدانا نتناقش في وقتها في الندوه دي عن التنمر، وتنمر المدرب وتنمر الولد مع الولد زميله في الملعب وتنمر اولياء الامور. بدانا نتكلم وقتها عن ايه هو التنمر وصوره واثاره والنتيجه بتاعته. بعد كده خدنا الاطفال كلها ورحنا بيهم على الساحه واسعه كبيره، وجبنا لهم ورق رسموا صوره التنمر في دماغهم. جميل. وازاي هم متخيلين التنمر ده بينهم وبين الناس اللي حواليهم، وعملنا لهم زي معرض كده على حيط النادي
كبيره فضلوا يتفرجوا عليهم، كل ولد رسم الرسمه كتب اسمه تحتيها وتصوروا وقتها، وكان يوم حلو جدا. لا انشطه فعلا مفيده جدا، و احنا برضو بتخلي يعني كمان تخلي نفسيه الطفل نفسيه مرتاحه جدا سويه جدا، ويعرف يتعامل مع المختلفين في بالزبط. المجتمع بعد كده لما يكبر. انا برضو عايز اسال حضرتك او ارجع للسؤال اللي كنت ختمت بيه اللينك اللي فات، انتوا تقريبا عملتوا كل اشكال الفعاليات الممكنه، هل هناك المزيد في جعبه لجنه الطفل؟ هقول لك حاجه تانية يا كريم، هو احنا الفتره الاخيره كان في مشكله بتقابل الاعضاء ومشكله بتقابل حاجه معينه جوه النادي. الاعضاء عندنا طبعا احنا الاعضاء ما شاء الله احنا نادي كبير جدا ونادي كبير باعضائه والاولاد كتير جدا، ففي مجموعه من الاعضاء بيدخلوا العاب رياضيه وبيخرجوا يقعدوا وما بيكملوش فيها، اما ان هم مش عارفين يتوافقوا نفسيا، اما ان هو المنافسه قويه جدا لان احنا اعضاء كتير، او ان الولاد نفسهم هم صغيرين ما بيعرفوش يختاروا اللعبه التمام. فكان فيه علاقه بيننا وبين مدرب العاب قوى، قعدنا نتكلم معاه، هو عنده نفس المشكله ان هو نفسه ولاد النادي هم اللي ينتموا للعبه دي، وان اللعبه دي تبقى يعني مليون في الميه للنادي ونخرج بيها لان هي لعبه عالميه ولعبه كويسه جدا. الحقيقه اتناقشنا مع اعضاء اللجنه كلهم الكرام، وكان من ضمنهم عندنا بطله العاب قوه ودكتوره دلوقتي بتحضر الدكتوراه في العاب القوه عضو عندنا اسمها ريهام، هي في التربيه الرياضيه وكانت هي اكتر حد مشجع معانا، وعندنا المقرره بتاعت اللجنه الاستاذه رشا عباس مع بقيه الاعضاء بتوع اللجان الكرام. الحقيقه كان الفكره عجبتهم جدا وقعدنا واتناقشنا كلنا فيها وحطينا بلان. كان الكلام ده قبل الكورونا، وقفتنا وقفت العالم وقفتنا الحقيقه يعني. بعد ما رجعنا فكرنا ان احنا نعيد النشاط من اول جديد، عملنا اليوم تعريفي بالعاب القوه. بالمناسبه هل الكورونا نفسها كموضوع هل طرحتوه بشكل من الاشكال مع الاطفال للتوعيه وبرده عشان ياخدوا بالهم في المدارس؟ طبعا من ضمن الانشطه بتاعتنا اللي احنا عملناها. بس فانا عايزه بس اكمل حضرتك على النشاط بتاع العاب القوه اللي كان اخر نشاط بالنسبه لنا، وكان الحقيقه لا صدى كبير جدا وكملنا عليه بعد كده، ان احنا عملنا اليوم اللي هو من حوالي 15 يوم عملنا اليوم تعريفي بالعاب القوه. الحقيقه انا كان نفسي تشوفوه فعلا، هو الموضوع كان حلو جدا، الولاد كانوا مبسوطين، الاهالي ما كانتش مصدقه نفسها ان في حاجه زي كده موجوده جوه النادي ان احنا نعرف. جالنا الاتحاد العاب القوه نفسه وجاب لنا شنطه الالعاب اللي هم بيها الولاد قدروا يعرفوا يعني ايه هي العاب قوه. لعبوا بيها وبداوا يتعرفوا عليها وبداوا يتعرفوا على المدربين لحد ما الحمد لله وصلنا ان في اكاديميه هتتفتح في النادي باسم العاب القوه، ودي كانت اكتر نتيجه احنا كنا مبسوطين بيها والاهالي مبسوطه بيها جدا واحنا متابعين معاهم اصلا الموضوع تاني. جميل. طيب في بروتوكول حسب معلوماتي يعني من اليونيسف او بين اليونيسف والنادي الاهلي خاص بالطفل، فيمكن من المبادرات اللي حضرتك ذكرتيها اللي هي بتاعه التنمر، في مبادرات تانية بالتنسيق مع اليونيسف؟ في اليونيسف حاليا لا ما فيش بيننا وبينهم حاجه دلوقتي، يعني على اساس ان احنا كنا وقفنا ايام الكورونا. بس احنا بنحاول ان احنا بنفتح مجالنا مع اكتر من مكان او اكتر من مجال، مش بنقف على مؤسسه واحده او منظمه واحده. احنا بيننا وبين شباب الرياضه بنعمل شغل، والفتره اللي جايه هيبقى موجود في بيننا وبينهم شغل كبير. عندنا كمان من ضمن المبادرات او التعريفات اللي انا بكمل عليها وان احنا بندخلها جوه النادي للاعضاء اللي هم محتاجينها، مبادره تعريف الكشافه. كشافة والمرشدات، لأن دي حاجة مش موجودة عندنا في النادي وفي ناس كتير طلبوها مننا، فإحنا مع وزارة التربية والتعليم إن شاء الله الفترة الجاية هنعمل مهرجان تعريفي بلعبة الكشافة والمرشدات. طب أصحاب الهمم من الأطفال بقى. إحنا برضو من ضمن الخطط أنتوا بتلحقونا بقى إن إحنا نعرف الحاجات الجديدة. إحنا نيجي معاكم اللجنة بقى. احنا الفتره اللي جايه ان شاء الله هيبقى بيننا وبين احنا يعني طول عمرنا احنا بنتعامل مع اللجان وبيننا تناسق وتناغم رهيب بصراحه كلهم، يعني من اول الرواد والشباب والمراه وذوي الاحتياجات الخاصه. الفتره اللي جايه ان شاء الله بيننا وبين ذوي الاحتياجات الخاصه هنعمل ايفنت كبير اسمه الدمج، هندمج بين اطفال العاديين والاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، علشان ان شاء الله هنعمل كده نشاط مع المركز الاستكشافي للطفل للإبداعي، هم بيعملوا تجارب إبداعية وعلمية للطفل العادي. فترة دي بدأوا إن هم يعملوا للطفل ذوي الاحتياجات الخاصة، فقلنا هنعمل يوم دمج للاثنين مع حفل كده إن شاء الله. جميل ومحترم جدا. أنا بس عايز أستأذن حضرتك في سؤال يعني إيه هو شخصي إلى حد كبير. اتفضل حضرتك. حضرتك عندك ابن ما شاء الله عليه، ربنا يفرحك بيه وتشوفيه أحلى عريس في الدنيا. ربنا يخليك. هو من أبطال السباحة في النادي الأهلي. بتشوفيه يا فندم في وسط اللي حضرتك كده فعلا بتلحقي تروحي معاه تمرين؟ طبعا.
طبعا. والله برافو ان انت يعني ما بين الشغل واللجنه. لا طبعا بحضر الفجر وبعدين اروح شغلي ونريح بعد الظهر. الدكتوره نداء بتقول ان هي من 4 الصبح من 4 الفجر لحد 1 يعني بيه. فاكيد. وعندي تاني يوسف كان هاندبول كمان ما شاء الله وحاول بقى السباحه دلوقتي وكنا بنسهر بقى الهاندبول. احنا كنا بنمشي بنقفل النادي واحنا ماشيين. هو السؤال مش كده، مش بتشوفي ابنك حابب تشوفي جوزك؟ ده السؤال. ده الصياغه غالبا بتشبع عليه لو شفتيه بتوين بقى. الصياغه صح ان بتوين بقى يعني. لا طبعا بنشوف بعض طبعا اكيد، بس احنا عشان الحمد لله كان عندنا هدف اساسي في حياتنا ان احنا نخرج اولادنا رياضيين وعندهم هدف ونحميهم من حاجات كتير. ويمكن هقول لك حاجه كريم، يمكن اكتر حاجه مشجعاني ان انا امشي في اللجنه بالشكل ده وجودي انا كأم في العاب كتير في النادي، وجودي جوه النادي مع حاجات كتير، حاسه بالام وحاسه بالولد وحاسه بالاحتياجات الاولاد، لمسه الاحتياج ده، فده قريب مني قوي. طيب الناس اللي مش عندها، او مش هنقول مش الناس، الاطفال مش اللي عند اصحاب الهمم، هم اللي عندهم مشاكل زي نفسيه، بمعنى زي متلازمه داون اللي هي التوحد، دول موجودين، فدول ليهم برضو يعني عملنا نشاطات. عملنا 3 ندوات عن التربيه الايجابيه. دول اكتر فئه من الاطفال محتاجين على فكره الدعم. هقول لك حاجه، هو انا علشان اتناقش في حاجه زي كده ما بتناقش مع الطفل نفسه. تمام، انا بتناقش مع الام والاب اللي يقدروا من خلال المعلومه اللي توصل لهم ان هم ما يوصلوش ولادهم للتوحد او يوصلوا ولادهم لمشكله الملازمه داون كده والحاجات دي. تمام، فانا بعمل ايه؟ احنا عملنا 3 ندوات عن التربيه الايجابيه، الحقيقه كانت حلوه جدا وجبنا فيها متخصصين واتكلمنا فيها، وكان من اهم المشاكل بتاعه التربيه الايجابيه وعدم وجود التربيه الايجابيه نتيجه التوحد، فكان ده من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها والناس استجابت معانا فيها الحقيقه جدا. وحبينا ان احنا نوصل معلومه يا جماعه ان احنا لو ما عندناش تربيه ايجابيه هيبقى عندنا طفل توحد. يا جماعه لازم نراعي في التربيه بتاعتنا اسلوب التربيه وشكل التربيه وعلاقتنا بالولاد والحاجات دي، فده برده هدف من اهدافنا. ده جدا عارفه ليه حضرتك، يعني زي ما انا مثلا اجيب مشروع جديد وابتدي اخد الروت تمام ده. بس عندي ناس فوق لسه ملوثين ولسه الافكار يعني للاسف يعني ما صححتش، فكانك بتزرعي بس الحصاد اللي فوق اوريدي هياثر على الزرع، فكانك ما عملتيش حاجه. احنا بنحاول الحقيقه، بنحاول كويسه. احنا بنحاول جاهدين ان احنا نوصل للحاجه دي، بس هي في حاجات طبعا بتعوقنا، اما بقى ان احنا مثلا زي الكورونا جت وقفتنا مده كبيره جدا، اما ان احنا مثلا الوقت بتاع يعني النادي وقت الناس، احنا على قد برضه احنا ما بنقدر نشتغل، السكادول بتاعنا مخنوق شويه جوه النادي لان في اكتيفيتي كتير وعندنا مجموعه من اللجان الحقيقه النشيطه اللي كل شويه بتقوم، فاحنا لازم ندي فرصه لغيرنا يعني. اكيد كل اللجان بنفس نشاط اللجنه اللي حضرتك مسؤول عنها، يبقى احنا كده مطمنين على النادي الاهلي. اكيد والله، انتوا بتعملوا حاجات والله محترمه جدا وحاجات مفيده جدا، بنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. انا سعيده بيكم والله، وسعيده بكل اعضاء النادي الاهلي وسعيده بكل النادي الاهلي يعني جمهور واعضاء جوه النادي، وسعيده بيكم جدا النهارده. يا رب يخليك لنا وتشجعكم للجنه، وان شاء الله يبقى اللقاء الجاي بقى هيبقى عندنا حاجات اكتر كتير قوي قوي باذن الله. ان شاء الله. ميرسي نورتينا يا فندم، واحنا سعداء بقى بجمهور الاهلي الجميل اكيد العظيم المحترم اللي بيتابعنا دلوقتي على اللايف ستريم في اي مكان ممكن حضراتكم تتابعونا، لو يعني الموضوع صعب شويه يكون من خلال التلفزيون. تعليقات جميله وتليق حقيقي بهذا الكيان، ناس محترمه جدا. لما نيجي نقول برده انا اكد على المعلومه دي، حتى بجد لما اي حد تاني بيخش يعلق باي حاجه يعني مش لطيفه، الناس بترد عليه، بتكلم هنا الناس اللي هي عيله الاهلي، بترد عليه باسلوب راقي لان هو ده اللي احنا يعني متعودين عليه. هنروح فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم.